أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة النهاردة إن شاء الله هقول لكم على 5 حاجات، أو مش أنا اللي هقول لكم، ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي هيقول لنا كلنا. هيقول لنا على 5 حاجات، اللي هيعمل ال5 حاجات دول هيحصل أجر كبير جدا وأجر عظيم جدا جدا. بدون أي مقدمات كتير تعالوا نعرف إيه هما ال5 حاجات دول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ثم دنا من الإمام واستمع ولم يلغ، اللي يعمل ال5 حاجات دول كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. تعالوا نعرف إيه هم ال5 حاجات دول، أو خلينا نقول إيه هم ال5 شروط دول علشان نحصل الأجر الكبير ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل. يعني ايه؟ يعني اللي هيغتسل يوم الجمعة، سواء اغتسل من الجنابة او غسل عادي، المهم انك تغتسل يوم الجمعة، لان الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يعني ايه من غسل؟ قال بعض العلماء: من غسل اي غسل رأسه ثم غسل باقي الجسد، او معنى غسل كما قال بعض العلماء اي كان سببا في غسل غيره. يعني مثلا لو كان على جنابة فهو كان سبب في غسل زوجته من الجنابة. فعلى العموم معنى غسل واغتسل اي اغتسل او كان سببا في غسل غيره. ده الشرط الاول، فاللي هيغتسل يوم الجمعة هيكون حقق الشرط الاول، سواء كان غسل من الجنابة او غسل عادي. طيب تعالوا للشرط الثاني. قال صلى الله عليه وسلم: وبكر وابتكر. يعني ايه؟ معنى بكر وابتكر مأخوذة من البكور، ومعناها ان هو يمشي ويذهب الى المسجد مبكرا، يعني يروح بدري المسجد، ما يوصلش متأخر زي ما بعض الناس بيعمل، بعد الامام ما يطلع بفترة كبيرة جدا او بعد ما ينتهي من الخطبة الاولى يكون هو لسه رايح للمسجد، لسه ذاهب للمسجد، او بعد ما الامام يخلص الخطبة وينزل للصلاة يكون هو لسه ذاهب للمسجد. هذا خطأ، ولو انت عايز تحصل الثواب ده فانت لازم تكون من اوائل الناس اللي بيذهبوا للمسجد، ان لم تكن انت اول واحد يذهب الى المسجد، لان اول واحد بيذهب للمسجد في الساعة الاولى يوم الجمعة كأنه تصدق ببدنه، يعني ناقة او جمل كبير كده، كأنه تصدق به لله عز وجل، ويظل الاجر يقل يقل الى ان يصل الى من جاء في الساعة الاخيرة كأنما قرب بيضة، شيء صغير جدا. فحاول تحرص على انك تكون من اوائل الناس اللي بيذهبوا للمسجد، ان لم تكن انت اول من يصل الى المسجد يوم الجمعة. فده الشرط الثاني. يبقى الشرط الاول من اغتسل يوم الجمعة، من غسل واغتسل. الشرط الثاني ان تذهب مبكرا للمسجد، وبكر وابتكر. طيب ايه الشرط الثالث يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثم مشى ولم يركب. يعني انت بينك وبين المسجد مسافة مثلا 200 او 300 متر، بلاش تركب المسافة دي وامشي المسافة دي الى المسجد. فهذا معنى ثم مشى ولم يركب، انه اخذ المسافة اللي بينه وبين المسجد مشى، لم يركب اي دابة. الشرط الرابع قال صلى الله عليه وسلم: ودنا من الامام. يعني ذهب للمسجد، وهذا لا يتحقق الا اذا ذهبت مبكرا. دنا من الامام يعني جلس قريبا من الامام في الصفوف الاولى، وده لا يتحقق الا اذا ذهبت الى المسجد مبكرا. فحاول انك تحرص على انك تدنو من الامام، تكون قريب من الامام. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في هذا الحديث النظام، بان من ذهب مبكرا يجلس في الصفوف الاولى، ومن ذهب بعده يجلس خلفه، ولا يحدث تخطي للرقاب، فان هذا لا يجوز. ان واحد يبقى جاي متاخر وعايز يقعد في الصفوف الاماميه فان هذا لا يجوز، هذا يسمى بتخطي الرقاب. فده الشرط الرابع. يبقى احنا كده معانا 4 شروط. الشرط الاول هو انك تغتسل يوم الجمعه، الشرط الثاني هو أن تذهب مبكرا ليوم الجمعة، الشرط الثالث أن تمشي ولا تركب، المسافة اللي بينك وبين المسجد تمشيها، الشرط الرابع أن تدنو من الإمام، تكون قريب من الإمام، قاعد في الصفوف الأمامية، وقلنا ده لا يتحقق إلا إذا ذهبت إلى المسجد مبكرا. وأما الشرط الخامس فقال صلى الله عليه وسلم: واستمع ولم يلغ. يعني إيه؟ يعني استمع وأنصت جيدا واستوعب كل ما يقوله الإمام، كل تركيزه مع الإمام، مستمع جيدا ومنصت جيدا لكل ما يقوله الإمام. هذا معنى واستمع ولم يلغ. لم يلغ يعني ما عملش أي حاجة تضيع عليه الثواب وأجر الجمعة اللي هو جه حضرها، لأن الإنسان مطالب في يوم الجمعة أن يكون كل تركيزه مع الإمام، ومنصت جيدا للإمام، ومستمع جيدا للإمام، ما يعملش أي حاجة خلاف كده. لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له.
يعني اللي يقعد يلعب في الحصى كان المسجد النبوي أيام زمان أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك على الأرض حصى، فقال صلى الله عليه وسلم من مس الحصى يعني اللي قاعد يلعب في الحصى دي واتلهى عن الإمام اتلهى عن الخطيب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فالإنسان المفروض ينشغل بالإمام، يكون منصت جيدا للإمام، ما يروحش ينام بقى في المسجد أو يقعد يفكر في أي حاجة تانية وسايب الخطبة شغالة وخلاص ومش مستمع لأي حاجة، لأنه في الحالة دي يكون قد لغى فلا جمعة له. فاللي علينا إن احنا نحقق الشروط الخمسة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها: من اغتسل يوم الجمعة، من ذهب مبكرا، من مشى ولم يركب، من دنا من الإمام، من استمع ولم يلغي. طيب اللي يعمل الخمس حاجات دول إيه اللي هيحصل له يا رسول الله؟ هيتكافئ بإيه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لمن فعل هذه الشروط الخمس كان له عمل سنة أجر صيامها وقيامها. يعني كل خطوة مشاها للمسجد، شوف بقى أنت بتمشي للمسجد كم خطوة، كل خطوة مشاها للمسجد أجر سنة وعمل سنة كاملة صيامها وقيامها. يعني الخطوة الواحدة تعادل قيام سنة كاملة، كأنك قعدت سنة كاملة تقوم لله عز وجل، لم تقعد في أي ليلة، وكأنك أيضا في نفس الخطوة دي صمت سنة كاملة لم تفطر في يوم واحد. فالخطوة الواحدة كما قال صلى الله عليه وسلم كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، كأنك بخطوة واحدة قمت وصمت هذه السنة. شوف بقى أنت بتخطو للمسجد كم خطوة عندما تذهب إلى صلاة الجمعة، أجر كبير جدا وعظيم جدا. فأنا أنصح نفسي وإياكم إن احنا نلتزم ونحرص على تطبيق هذه الشروط الخمس، لما نطبقها إن شاء الله سنحصل على الأجر والثواب العظيم الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة، أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. لا تنسونا من صالح دعائكم، ودمتم في رعاية الله.